فرنسا وتركيا في منذ أسابيع في الحقيقة داخلين في تراشق إعلامي قوي جدا، وصلت إلى حد التهديدات، وصلت مرات حتى فاقت التهديدات، أين في البحر المتوسط كان هناك شبه اشتباك أحيانا، يعني تقريبا أو تلاسن ما بين بعض البوارج والفرقاطات، أحيانا كانوا فقط يتلاسنوا يعني لما يتقاربوا بعضهم يسبوا بعضهم، وأحيانا كان تقريبا يحدث حتى صدام، وكان الفرنسيين انزعجوا بشدة واعتبروا بأن تركيا تخرج عن كل الحسابات، وهناك خلاف كبير لا أريد أن أدخل فيه، خلاف قديم يتجدد وصراعات تاريخية تتجدد وصراعات على الجغرافيا وصراعات على الغاز وتداخل الإمارات وإسرائيل ومصر واليونان في صراع مع تركيا هناك، والتحقت بهم فرنسا، وهناك دول أوروبية تريد أن تلتحق بفرنسا، دول أوروبية أخرى تعترض على فرنسا، أهم هذه الدول ألمانيا مثلا، وتعتبر أن فرنسا تريد مزيد من التوترات لكي تبيع السلاح، وبالفعل قامت فرنسا ببيع طائرات الرافال قديمة وجديدة، بعلم حتى السكند هاند كما يقول دوزيام ما، لليونانيين، اليونان اللي هي أصلا في ظروف اقتصادية صعبة، ولكن فرنسا وجدتها فرصة لتبيع مزيد من السلاح. الولايات المتحدة دخلت على الخط، باعت أسلحة لقبرص وأسلحة أخرى ستبيعها لليونان، وجرت مناورات عسكرية شاركت فيها عدة دول، تحرشت بتركيا، تركيا تهدد، كل هذا في إطار صراع في الحقيقة يكبر حول المنطقة، حول منطقة البحر المتوسط أساسا والمنطقة الإفريقية والعربية عموما يعني. لكن اللي جبد انتباهي وهو هذا اللي حبيت نعلق عليه هو قول أردوغان اليوم، نقلت الصحافة من أن أردوغان أو أمس أن الرئيس التركي طيب أردوغان جدد انتقاداته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا أن فرنسا الاستعمارية تسببت في مقتل مليون جزائري. على هذه كلمة مليون جزائري اللي هو جلبني التعليق، وأردت أن أتقاسم معكم هذا التعليق بسرعة يعني. في الحقيقة يا سيد أردوغان، الفرنسيون لم يقتلوا مليون جزائري، قتلوا ملايين من الجزائريين، وهذا بشهادة بعض الكتابات التاريخية للفرنسيين أنفسهم. يختلفون كم هو عدد الملايين هذا، البعض يتكلم عن 2 مليون، البعض يتكلم على 4 مليون، البعض قال بأنه قد يصل العدد إلى 8 ملايين. التقديرات أنها على الأرجح في حدود 3 إلى 4 ملايين، أقول تقديرات، لكن هناك مؤرخين وبأدلة معينة جابوا بأن أكثر من هذا العدد. فيا سيد أردوغان موش مليون، مليون في الحقيقة هو فقط من أكثر من مليون فقط ابتداء من 54. طبعا حتى هذاك العدد ما كانش يقدر يقول بالرسميا، رسميا في الجزائر نقول 1.5 مليون، لكن هل كانوا أكثر شوية أو أقل شوية هذا يصعب تحديده، لأن القتل كان يحدث أحيانا بقنبلة لقرى كاملة تخرج من التاريخ وتخرج من الحياة، أحيانا كان تحدث مجازر مرعبة، خاصة المجازر الكبرى اللي شهدتها الجزائر في 30 إلى 40 سنة الأولى، قل 50 سنة الأولى تقريبا حتى 1880، مجازر مرعبة مرعبة. هنا أردت أن، لأن كثير من إخواننا من حين لآخر يقولوا لي كنت أعرض علينا بعض الكتب أو تشير إلى بعض الكتب، الناس اللي يحبوا يطلعوا ويقرأوا، هذا كتاب في الحقيقة هو لا يتحدث عن المجازر الفرنسية زمن الاستعمار، إنما يتحدث عن مجازر كبرانات فرنسا في الجزائر في التسعينات، وفيه لكن فيه قام أحد إخواننا وهو البروفيسور عباس عروة، كان كتب مقال مطول في هذا الكتاب، شابيتر يعني فصل كامل
في حوالي 120 صفحة أو 125 صفحة عن المجازر الفرنسية أو قراءات في قراءات لوثائق أو قراءات لنقاط في المجازر الفرنسية في الجزائر، مجازر الحقبة الاستعمارية في الجزائر. أنصح بقراءته لأن هذا فصل متعوب عليه حقيقة وموثق توثيق كبير جدا. الفصل كما هو في الكتاب موجود بالإنجليزية، لكن أعتقد أن فيه نسخة بالفرنسية على موقع hogar.com hogar.com موجود، والله أعلم، نسخة بالفرنسية. وإذا كانت حتى بالإنجليزية الآن ترجمة في جوجل راهي تقترب من 90% كصحة، يعني طبعا يتوقف الأمر عن ما هو الموضوع، لكن عموما هذه المواضيع السياسية ترجمة جوجل قريبة من الصحة، يعني قريبة إلى حد كبير، أحيانا الأسماء يكون فيها مشاكل. فأنصح بقراءة هذا الفصل، واللي يقرأوا الإنجليزية يقدروا يقرأوه مباشرة طبعا بالإنجليزية لأنه مهم جدا وموثق بطريقة جيدة جدا. وهناك كتاب آخر لصاحبه وهو فرنسي يسمى أوليفي لوكور غراند ميزون، ويسمى كولونيزي إكستيرميني، الاحتلال هو تقدر تقول الاستئصال، تقدر تقول التدمير، تقدر تقول سميها يعني إكستيرميني، تقدر تكون لها عدة ترجمات لا يحضرني كلهم، لكنها تدخل في الجينوسيد، يعني تدخل في الذبح الشامل، القتل الشامل والمجازر الكبرى. هذا كتاب بالفرنسية وهو يتعلق، وجاي فيه أيضا صاحبه وثائق كثيرة وكتابات كثيرة، ويرجع إلى بداية الاستعمار الفرنسي كما يسميه مالك بن نبي، إلى بداية الاستعمار، ويجيب وثائق كثيرة وشهادات كثيرة من فرنسيين باش نعرفوا في الحقيقة ليست مليون. والموضوع لم يتعلق فقط بالاستئصال أو هذه الاكستيرميناسيون اللي كانت واللي كانت جسدية أيضا، ولكن مست أيضا أشياء كثيرة بما فيها القيم الثقافية اللغوية، ضرب الدين، ضرب الشخصية، من ما زالت الآثار من بين هذه الآثار اللي هي أحيانا ما زالت مؤلمة ومؤلمة جدا هي قضية أسماء الجزائريين. يعني كاين بعض الأسماء كثير من أهلها يعني تعقدوا منها ومرضوا منها وما زالت تستعمل، وكان الهدف منها آنذاك، أعتقد كان هذا موضوع الأسماء كان في 1881 أو 1882 حينما كان هناك استراتيجية تفتيت الأسر الكبرى والقبائل الجزائرية وتدميرها، ووجدنا أسرة واحدة يكون فيها ستة أخوة وأخوات كل واحد يعطوه اسم، وأحيانا أسماء مؤلمة، أسماء فيها حتى كلمات بذيئة، وما زال كثير من الجزائريين. والسؤال اللي مطروح هو أنه بعد 60 سنة ما زال هذه الإدارة الفاشلة ما غيرش أسماء اللي تعتبر متعبة لأهلها. بعض الناس ربما غيروا أسماءهم ولكن بصعوبة نتيجة للإدارات، هذه الإدارات الإجرامية هذه المتعبة. إذن يا سيد أردوغان، صحح معلوماتك أنت ومن يتحدث عن الجزائر في هذا الموضوع بالذات. القضية تتعلق بملايين الجزائريين الذين قتلوا بأبشع الطرق. تعرفوا أنه أول مرة، لعلي ذكرت هذا من قبل، لكن أول مرة يستخدم فيها السلاح الكيميائي في العالم واستخدم ضد مدينة لغواط ليلة 3 إلى 4 ديسمبر 1852، أول مرة استخدمت فرنسا بعد مقاومة شاملة وشرسة من أهل المدينة، قتلوا لهم 3 جنرالات من أكبر جنرالات الفرنسيين اللي كانوا حاصرين المدينة. بعد 6 أشهر من الحصار استعمل جنرالات فرنسا استعملوا السلاح الكيميائي لأول مرة وقتلوا
ثلثين، والثلث الذي نجا لأنهم بعضهم هربوا إلى أماكن خارج المدينة، وبعضهم بشكل معين ممكن كان اللي عندهم لكاف، كان اللي عندهم فبعض يعني في حدود معينة سلكوا ثلث تقريبا من أهل المدينة يومها. وأشياء كثيرة، مثلا أيضا الناس ربما مرات ما يعرفوش بأن أول اختطاف لطائرة مدنية كان قامت بها فرنسا الاستثمارية العسكرية بخطف طائرة ما عرف يومها بالزعماء الخمسة. كانت الطائرة من المغرب متجهة إلى تونس لحضور، تخيلوا كانوا يقاتلون من أجل تحرير الأرض وكانوا يفكرون تفكير سليم صحيح. كانت الطائرة ذاهبة إلى تونس لحضور مؤتمر توحيد المغرب الكبير بعد استقلال الجزائر. بعد 64 سنة من واقعة الطائرة ومن الاجتماعات اللي كانوا يقوم بها الثوار الجزائريين مع إخوانهم المغاربة والتوانسة اللي كانوا في بدايات الاستقلال، الآن مش ما فيش توحيد، فيه سدود وحدود بين بلدين تقريبا هم شعب واحد، الشعب المغربي والجزائري تقريبا شعب واحد، بيناتهم حدود انتع زوج بغالي.